في العالم الكبير للاتصال المباشر عن طريق الكمبيوتر، هناك الكثير من الأشياء الصغيرة التي يجب الحذر منها، مثل الفيروسات التي تتسبب في بطء الكمبيوتر أو تفسده، أو برامج تجسس أو ما يظهر فجأة من دعايات لا تسبب الإزعاج فحسب، بل وقد تشكل خطراً على الأمن. غير أنه يجب ألا تشعر بالضيق أو العجز. استخدم برنامج لحماية الإنترنت وأكثر من تحديث برامجك، واستخدم برامج مكافحة الفيروسات والتجسس، ولا تفتح أبداً مرفقات بريد إلكتروني من أشخاص لا تعرفهم.